بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أخذنا في الدرس الماضي المسائل الثلاثة. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كان كذا استبز إيش مسألني بالطق. نعم. المسائل الثلاثة قلنا المسألة الأولى إفراد الله سبحانه وتعالى بتوحيد الربوبية وبالأسماء والصفات. Üç mesele biz itkandık. Birincisi Allah Teala'nın perverdigarlıkta ve isim sıfatlarda yekkiğine bir de bir itkat kılmak. Mesela ikinci ifrad Allah Subhanahu Teala bil ibade. İkinci mesele Allah Teala'nın ibadette yekkiğine de bir itkat kılmak. Mesela üçüncü bera'a min eşşirk ve ahli. La ifrad ve la tefrid. Üçüncü mesele kafirlerden adacıda bulmak. Nعم. الآن وصلنا إلى القسم الثالث. قلنا القسم الأول مسائل الأربع سورة العصر. القسم الثاني المسائل الثلاثة. أنواع التوحيد. القسم الثالث لماذا ندرس التوحيد؟ أمد بس üçüncü قسمك كتابنا üçüncü قسمك كله. برينش قسم بس ديجندك تلات مسألة. إشكينش قسم üç مسألة. أمد إشكينش قسم üç مسألة. أمد üçüncü قسم نيم üçün بس توحيد أقويمس. نعم. الله سبحانه وتعالى خلق الخلق ليعبده. خلقنا لنعبد الله. الله تعالى بتون خلقلاني فقط أنهم عبادة خلاص üçün لا يرتدي. لكن الإشكال ليس في معرفة هذا. الكل الآن يعرف، يعني كل مسلم يعرف أنه خلق لعبادة الله سبحانه وتعالى. لكن بو يده هيش قناة بالمسألة يوك. لأن هر بر مسلمان أدم أذنهم الله في عبادة كل شيء يرد قنغنا بلده. لكن الإشكال في التطبيق في العمل. لكن بو يده مسألة قيادة، مسألة أمل ده، يعني أمل قنغنا مسلمان قنغ أمل كله. نعم. الآن مثلا لو أنا أخذت هذا الكأس وأخذت هذا الجوال وجعلت أصب وأشرب بهذا الجوال، إيش تقول؟ الشيخ بيدو هذا المسلم من زمن تليفون من يلب، شاينا أشياء قيوب شاينا أشنا إشسام سلام الله نيم ديس لدينه. لا تقول لا لا يمكن تشرب بهذا الجهاز. صحيح. سلام ياق بنمرد إشسام بمويتو ديس لدينه. لماذا؟ لأن هذا الجهاز ليس للشرب. نيم üçün çünkü bu telefon çay içiş üçün emas. هذا الاتصال ارسال رسائل مثلا gap qilishim üçün yoki başqa birisiga bir narsa yollashim üçün yani sun'i lil ittisal la lil shurb. Yani bu telefon nima üçün yasalgan? Başqalarla gaplashish üçün yasalgan. Çay içiş üçün emas. Anta al'an khulqt lital'ab aw ta'kul aw tashrab aw tanam. La. Hazır sen mesela niye üçün yaratıldın? Oynayıp, içip, külüp, aşılın üçün yaratıldın mı? Yok. فَالَّذِي يَشْتَغَلْ فِي هَذِي الدُّنْيَا بِغَيْرِ عِبَادَةِ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى هَذَا يعني مثل من أراد يشرب بالجوال يعني مجنون. Şunun için dedi o, bu dünyada Allah'ın ibadeti bilen başka bir nesle bilen, Allah'ın ibadetinin başka bir nesle bilen şugullandığın adam, kuddumu şu telefondan çay içmediğin adamı okşaş bir adam dedi, salam. ولهذا الإنسان إذا سار في هذه الدنيا في عبادة الله والله سعيد. شنو شن أجر آدم بو دنيا ده الله عبادة قصة مش آدم بخت ليك ليه. ولهذا الآن يعني من يذهب إلى الملاهي إلى المراقص إلى الأماكن التي يعني يأتيها هؤلاء الكفار تجد أن أكثر من ينتحر في هذه الأماكن ولا تجد أحد بفضل الله ينتحر في المسجد. نعم. شنو شن سازر سن قرصان ديدو köpülgen muşu usul oynadığın yerlere bardığın ya ki kapırla bardığın yerlere bardığın adamların içinden üzünü öldürüp aldığınla çıkıdı o dedi. Lakin mesela miçte üzünü öldürüp aldığınla çıkmaydı o dedi. Köpün çaletle. Limâdâ lennû sekhara l-beden fîmâ hulikala yartâh. Nime üçün? Çünkü adam üzünün bedenini nime üçün yaratılgan bosa şununla üzünün bedenini atıldı. Şununla bedi. Şunun için o adam rahatını his kıldı o dedi. الحنيفية هي الملة المائلة عن الشرك المبنية على الإخلاص والتوحيد. كل من يرجع للتوحيد يبتعد عن الشرك يقال له حنيف. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا أي مقبلا إلى الله مدبرا عن الشرك مبتعدا عنه. نعم. عند حنيفية ديان سوزنا ما نسيك قرب قريبا حنيفية ديان هرقنا شركة جراح بولوب الله من إبادة تجاه قيد قام كشي شو بوصا حنيف ده ديل دو ديدو شنو شنو الله تعالى قرآن ده إبراهيم عليه السلام حقيقة حنيف تي ده إبراهيم عليه السلام حنيف ده أتى ديدو نعم والله أعلم الله يحشر من يجدو